السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة من حشلو اعملناك، واللي هنتكلم فيها شوية موضوعات كده الناس طرحتها في التعليقات على الحلقة اللي فاتت وعلى الحلقة اللي قبلها. وخليني هاخد حضراتكم كده معايا في مشوار ممكن يكون غريب شوية، وطول الطريق أنا بعدين مش عارفين أنا بتكلم على إيه بالظبط أو إيه الهدف من اللي أنا بقوله، بس يمكن في الآخر هتوضح الصورة بشكل أو بآخر. وخلال الطريق ده الطريق نفسه لطيف، يعني الحدوتة اللي هنحكيها ممكن بالنسبة لناس كتيرة تكون حاجات جديدة ما سمعتش عنها قبل كده. حكيت لحضراتكم ان انا قعدت فتره طويله في جامعه الاخوان المسلمين من 96 لحد 2005، وفي 2005 يمكن كانت انتهت اي علاقه رسميه بالجماعه، وما اتكلمناش في اسباب ده ومش حابب ان اتكلم فيها. لكن خليني اقول ان اللي هحكيه دلوقتي ممكن يكون اتغير او اتبدل او حصل فيه شويه تعديلات خلال الفتره اللي فاتت من بعد ما سبت الجامعه من 2005 لحد النهارده، اكيد في حاجات كتير اتغيرت. لكن خليني احكي لحضراتكم ما يسمى بدوائر اتصال الاخوان المسلمين، وهي الدوائر اللي بيأثر فيها الفرد المنتمي للجماعه في المجتمع حواليه، وبتتقسم لدائره كبيره جدا بتسمى دايره العمل العام، وفي دايره اصغر منها شويه سموها دايره الربط العام، ودايره صغيره خالص بيسموها الدعوه الفرديه. الدايره الكبيره خالص دايره العمل العام اللي هي الجمهور بتاع الاعمال الدعويه اللي بيقوم فيها الفرد في المجتمع، يعني مثلا لو بيخطب جمعه، لو بيقول درس في مسجد، لو بيطلع يتكلم في المدرج في الكليه، لو بيطبع نشره ما ويوزعها على الطلبه. دوائر الناس اللي بتستقبل منه المنتج الدعوي ده بيسموها دايره العمل العام، ودي اعدادها كبيره، كل واحد بقدر المكان اللي هو فيه بيأثر في عدد مختلف عن التاني. الأضيق من الدايرة دي هي دايرة الربط العام، ودي كان على أيامينا يعني تعرفها، ممكن يكون التعريف ده اتغير دلوقتي، بس على أيامينا احنا كان تعرفها إنها الدايرة اللي بيحتك بيها الفرد ده بشكل شخصي، بمعنى الناس دي هو بيشوفهم فيس تو فيس يعني زي ما بيقولوا كده، وبيتعامل معاهم بشكل مباشر. والدايرة دي ممكن توصل ل 100-150 بني آدم برضو حسب مكان الشخص وحسب جهده في الدعوة إلى آخره. دول ناس لو هو بيعمل مقرأة مثلا بيعلم ناس تجويد، أو هو بيحضر مقرأة بيتعلم منها تجويد، جمهور المقرأة دي، لو هو في مدرسة في الفصل بتاعه زمايله اللي في المدرسة، لو هو في نادي زمايله اللي في النادي، لو الشخص أي مكان فيه تأثير بس بشكل مباشر وبشكل شخصي بيسمى ربط عام. الدائرة الأصغر من كده بيسموها دايرة الدعوة الفردية، ودي بتبقى في حدود 10 انفار. بيختارهم ازاي العشرة انفار دول؟ دول بيعمل تصفية من خلال دايرة الربط العام بتاعته، يختار منهم افضل 10 او اقرب 10. اقرب 10 بناء على ايه؟ بناء على تقييم بيتعمل ايامينا برضو كان بيتعمل وفي المنطقة اللي انا كنت فيها، لان طبعا الحاجات دي من ممكن تختلف من منطقة لمنطقة، لان الحاجات دي اغلبها مش تراث مكتوب او مش حاجة مدونة، او المدون منها ما بينشرش وما بينتشرش وسط الناس، ده بيبقى كلام بيبلغ واحد بيبلغ التاني، فاكيد بيعتري سلسلة التوصيل دي يعني شوية اختلافات وتغييرات بسيطه. في ايامنا كنا بنقعد نعمل تقييم، جيب ال100 بني ادم اللي انت تعرفهم عندك، صحابك بقى اللي في المدرسه في الدرس في النادي في المسجد في اللي تروح حاطط البول كله بتاع المجموعه دي، بتكلم في حوالي 100 واحد، وتقعد تقيمهم على اساس ايه؟ بتقيمهم على اساس اربع محاور. تحط المحور الاولاني هو المحور الايماني والعبادي، وده واضح، يعني الشخص ده بيحب ربنا، عقيدته منضبطه وسليمه، بيصلي بيصوم بيزكي بيؤدي عباداته، ده شخص يعني بتبتدي تقيم فيه الجانب العبادي والإيماني على حسب أعمال أنت بتشوفها منه، وبرضه هنيجي التقييم ده بيتم إزاي. المحور التاني هو المحور البدني، إن الشخص ده يكون صحته كويسة ويكون بيلعب رياضة، ده جزء من أجزاء التقييم الشخص اللي بيتم اختياره في دايرة الدعوة الفردية. يبقى إيماني وعبادي بدني ثقافي، ثقافي ده معناها ثقافة دينية وثقافة غير دينية، الشخص ده فاهم فقه وعقيدة وتفسير وسيرة وإلى آخره، وبرضه مستواه التعليمي إيه ومستواه الثقافي بشكل عام عامل إزاي. ودول طبعا مش بالترتيب، يعني رابع محور أو يعني المحور الرابع مش شرط يكون بالترتيب، المحور الاجتماعي، والاجتماعي ده بينقسم برضه لقسمين، قسم أخوة وقسم ما خارج دايرة الإخوان. فهو اجتماعيا وتعامله مع إخوانه وترابطه معاهم وحبه إنه يبقى وسط الإخوان، ده جزء بيتم تقييمه، والجزء التاني هو اجتماعيا وسط المجتمع بتاعه، علاقته بوالديه، بر الوالدين، وعلاقته بصلة الرحم، وعلاقته بأصدقائه، ده الجزء اللي هو بيسموه الجزء الاجتماعي. فإحنا كده إيماني وعبادي، ثقافي، اجتماعي، بدني. بيجي يروح قايل أنا هاخد يعني اغلب الناس اللي عندي كلها بتصلي، فمش هيحط الصلاه كمعيار، فيزود شويه يقول انا هختار بقى، انا هحط تقييم للناس اللي بتصلي الصلوات في المسجد، انا هحط تقييم للناس اللي بتصلي الفجر في المسجد، يحاول يحط على حسب اغلبيه الناس اللي عنده عامله ازاي، يحط لهم معيار يكون طموح شويه بحيث ان يقدر يصفي منهم افضل مجموعه يقدر يحطها في دايره الدعوه الفرديه بتاعته. بعد ما بيعمل عمليه التقييم دي بيبقى عنده جدول بقى، عنده من ناحيه الايماني انا اختياري هيبقى لاحسن 10 منتظمين على الصلاة في المسجد، ويكونوا أحسن 10 أكتر 10 بيقروا، ويكونوا أكتر 10 بيحضروا دروس في الجوامع، ويكونوا أكتر 10 بيبروا والدينهم وبيصلوا رحمهم، ويحط الكل الكلام ده معايير ويبتدي يقيس عليها ويختار أفضل 10 من ال100 واحد بتوع الربط العام بتوعه. اختار ال10
الطيبة دول. بعد ما بيختار العشرة دول بيعمل لهم برنامج، مش للعشرة بقى كلهم، بيختار أقرب اتنين من العشرة وبقية العشرة بيبقى ليهم برنامج تاني أقل تكثيفا من الاتنين دول. إيه البرنامج اللي بيتم مع الاتنين دول؟ هو تنقل من مرحلة لمرحلة، ويبتدي المرحلة الأولى بموضوع الحب والتعارف. أتعرف عليه، أتعرف عليه بشكل كويس، وأعرف أهله وأعرف إخواته وأعرف حالته المادية عاملة إزاي وبيروح فين ويجي منين. أتعرف عليه يعني يبقى ده الشيء بتاعي، بيحبه ويتعرف عليه بشكل كويس وبقينا خلاص أصدقاء وأنتيم إحنا الاتنين. يبتدي ينقل على المرحلة التانية. المرحلة التانية هي مرحلة إيقاظ الإيمان المخدر في القلوب، يعني نبتدي نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وفضل ربنا علينا ويرغبوا في الجنة ويرهبوا من النار، ونبتدي نتكلم في أصول العقيدة ونتكلم في شوية حاجات كده اللي بيها الشخص ده يبقى حابب ربنا، وبناء عليه يتنقل للمرحلة التانية بعد إيقاظ الإيمان. نتيجة الإيمان ده هو العبادة، إن هو الراجل هينتظم عباديا ويصلي ويصوم ويزكي ويبتدي يعمل عبادات بشكل منتظم. أيقظنا الإيمان وخلنا الراجل بينتظم في العبادات. المرحلة اللي بعد كده هو طيب يا معلم، الإسلام مش بس إيمان بربنا وعبادات وخلاص، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بحاجات كتير خارج نطاق تصحيح العقيدة والعبادات. وياخدوا بعد كده المرحلة ما يسمى بشمولية الإسلام، هو إنه يفهمه إن هو ما يبقاش بس صلاة وعبادة، إن لازم الصلاة والعبادة دول يخرجوا في المعاملات مع الناس، يخرجوا في تربية عياله، يخرجوا في إتقانه لعمله، يخرجوا في اهتمامه بصحته، يخرجوا في كمان حكم الدولة. بعد ما شخص يبقى فاهم كويس شمولية الإسلام وإن الإسلام لازم يكون هو بيمشي حياتنا كلها، نيجي بقى المشكلة الكبيرة وهي ما يسمى بالمؤامرة على الإسلام. ده جزء من فهم شمولية الإسلام، لأن الإسلام ده داخل في كل حاجة، وبناء عليه فهم الإسلام بالشكل الشامل ده بينافس ناس كتير قوي في مناطق هم محتكرينها، سواء بقى هينافس بتوع السياسة أو هينافس دول أو هينافس تجار، ففي مؤامرة كبيرة على الإسلام من كل الجهات دي. بعد ما يفهموا فكرة المؤامرة على الإسلام، طب يا عم أنت هتقدر توجه الكلام ده لوحدك؟ لا طبعا. فهنا تيجي نقطة وجوب العمل الجماعي، أنت لازم تنتظم في جماعة ويبقى أنت بتبني طوبة أو أنت بتتحرك كترس في مكنة كبيرة تقدر يواجه بيها المؤامرة العظيمة الكبيرة اللي بتتم على الإسلام من كل الجهات دي. بعد ما خلاص يقتنع بوجوب العمل الجماعي، نبتدي نوصل لمرحلة الجماعة الواجب اتباعها، وهي بتبقى في الآخر جماعة الإخوان المسلمين، بيتعمل له دورة تصعيد ويتعمل شوية أفلام كده، المهم في الآخر ان هو بيبايع ويبقى جزء من الجماعة. وانا قاعد اعمل المونتاج جه في بالي حاجتين، حاجة يعني يمكن ذكرى من ذكريات الموضوع ده ونقطة تانية ملحوظة. والذكرى دي هي ان اول مرة كنت اسمع موضوع الدعوة الفردية ده وحد يعني يتكلم فيه بشكل منظم، كانت دورة دعوة فردية كانت دهلنا استاذ عمرو خالد سنة 1997 تقريبا، وكان المفروض خارج، ومش عايز اقول لهم ان انا خارج رايح اجتماع من بتوع الاخوان، فقلت لها انا رايح درس احصاء، طبعا ما كنتش بضرب الفلوس، كنت رايح الدرس وكان يعني ايه وكانه محسوب في حسبه الفلوس بتاعت كل شهر. المهم يعني فكان الورق بتاع الاحصاء ده في ظهره مكتوب فيه تفاصيل الدوره اللي اخذناها دي، واظن الورق لسه موجود لحد دلوقتي عندنا في البيت في مصر. فدي كانت يعني ايه ذكرى كده، دوره الدعوه الفرديه اللي اخذتها وكانت مع الاستاذ عمرو خالد في سنه 97. الحاجه الثانيه ودي الملحوظه هي التفكير في ان في سنه 1997 يعني كان عندي 17 سنه، اللي انا عندي فيه 17 سنه ده قاعد اعمل ابريزل ل 100 واحد ولا اتخانها اتش ار في شركه مالتي ناشونال، وقاعد بعمل اكشن بلان لواحد واحد من 10 تنفار، وان ازاي اخليهم يعني عندهم ادوبشن لفكره يبقوا مستعدين يضحوا علشانها بحياتهم. فتخيل في سن 18 17 سنه في جهه ما على هذا الكوكب بتدرب شباب على هذا المستوى الفكري والاداري، فدي حاجه يعني ملحوظه الواحد يشهد بيها لجماعه الاخوان المسلمين، ولان الحقيقه بدين ليهم بحاجات كتير اتعلمتها في حياتي، مهارات كتير الواحد اكتسبها من خلال تواجده معاهم. خلي الواحد يبقى حزين ولما يشوف الحالة اللي وصلت لها الجماعة سواء من المستوى الإداري أو التربوي ومستوى المشاكل الواحد بيشوفها دلوقتي مع الشباب ومن الشباب ومن العواجيز ومع العواجيز اللي موجودين في الجماعة. بس فكده يعني حاجة بايضة ويرجع تاني. طيب اللفة الخزعبلية والمشوار الطويل اللي أنا لفيت بحضراتكم فيه ده إيه الهدف منه؟ الهدف منه إن الكلام على المؤامرة على الإسلام مش بس بيتشربوا الأشخاص بتوع الدعوة الفردية، كمان بيبقى جزء مهم جدا من الحاجات اللي بتحاول توصلها لدائرة الربط العام بتاعتك، ومش بس كده ده جزء كبير من العمل العام بيكون بيصب في كشف المؤامرة على الإسلام بكل جوانبها الموجودة. فالمكنة اللي بحكي عليها بتاعت الدعوة بتاعت الإخوان المسلمين بتزرع مفهوم المؤامرة ده بشكل عميق جدا في دماغ الناس كلها، وللأسف إنها اتخذت مساحة أكبر بكتير من مساحتها، وتحولت المؤامرة دي من حاجة منطقية موجودة ومنطقية انها تحصل واسبابها مفهومة وممكن التعامل معاها لوسواس قهري بقى عندنا كلنا، وبقت اي حاجة بنشوفها بنحاول نفسرها على انها مؤامرة. وللأسف استخدمت بعض الوسائل في الموضوع ده عجيبة الشكل والمنظر، كتب ممنهجة كده قادة الغرب يقولون دمروا الاسلام ابيدوا اهله، كتاب مجهول الهوية بيحكي عن قصص غريبة جدا منسوبة لناس عجيبة جدا ومحدش فاهم مدى صحة الكتاب، وتم اعادة نشره يعني عشرات المرات يمكن ما كانش مئات المرات، ووسائل وكتب وشرايط سلسلة الوعد
الحق للشيخ صفر الحوالي هتلاقي بقى في كل مرحله، وده يمكن ما وضحتوش وانا بحكي، ان كل مرحله من المراحل دي ليها ادوات، حاجات مقروءه للناس بتحب تقرا، حاجات بتشتغل عايز تسمع، في شرايط ومكتبه تسجيلات معينه كده الناس بتسمعها. مالكش في السمع، تعالى نحضر درس، نروح نقعد مع شيخ، تعالى نروح نقابل حد، تعالى نروح نعرفك على جاليه جايه من بره تحكي لك على اللي بيحصل عندهم والمؤامره اللي عندهم على الاسلام، لحد ما تبقى في حاله هسهسه. والهسهسه دي للاسف انها بتبقى هسهسه سلبيه، يعني احنا في مؤامره علينا واحنا هناخد على دماغنا. طب ايه الحل؟ فالتنفيس بيبقى في سكه العمل الجماعي بدون فهم حقيقي بقى وتفسير عميق وتحليل، وده جزء من المستهدف من الكتاب، هو توضيح ان فكره ان في مؤامره كده وخلاص، الموضوع محتاج تحليل وتقييم، لان المؤامره دي انت ممكن تستغلها لمصلحتك. وشفنا مثال سعيد حليم، وبنشوف مثال اردوغان، وبنشوف امثله كتير تانية لناس بتحاول انها تتعامل مع المؤامره دي لمصلحتها ولمصلحه دولتها، ولو صدقت النيه تبقى كمان لمصلحه دينها. فانا مش مستغرب ومتفهم جدا اصرار الناس على فكرة الإثبات المؤامرة، ودي حاجة أنا ما نفتهاش ومش بنفيها ومش هنفيها، لكن إطلاق إن المؤامرة بمطلقها كل الناس بتتآمر بنفس الطريقة وجايين أشرار طالع لهم قرون وماسكين الشوكة وجايين يتآمروا على دين ربنا أولاد، ما هياش كده ولا عمرها كانت كده. موضوع طول عمره لعبة، ناس ليها مصالح أنت بتدرسها وتفهمها، وأنت ليك مصلحتك اللي أنت دارسها وفاهمها وعارف إيه اللي في مصلحتك وعارف إيه اللي يضرك وإيه خير الخيرين وشر الشرين، وتقدر تختار إزاي. قصة كبيرة قوي معقدة جدا، وما هياش بالسطحية والمباشرة اللي احنا عايزين نلبسها دي على طول. فدي مشكلة هنعدي بيها كل شوية هنقع فيها، اللي هو انت بتنفي ان الشخص ده كان شرير. انا ما فيش انه غلط، ولازم نحلل غلطه، ولازم نقول الصح بتاعه كان ايه، ونوضح الكارثة ونحط عليها 100,000 خط ان يا جماعة دي غلطة لازم ناخد بالنا منها ولازم ما نكررهاش. لكن في نفس الوقت ما ينفعش ان انا هروح معلم على الشخص ده هو ابن 60 في 70، واروح شاطب عليه خالص بقلم احمر. بداية الحلقة اللي جاية هدي لحضراتكم التفسير اللي انور كتبه بنفسه واللي هو كان مقتنع بيه جدا، ويمكن بعد ما نخلص الحلقة بعض الناس من حضراتكم يشوفوا ان اللي عمله انور ده شيء مبرر جدا. مش عايز احرق لكم الحلقة يعني. طيب دي نقطة المؤامرة، عدم نفيها مش بنفيها، ولكن مش بسطحها ومش بنشيط الناس لان هم شياطين واشرار، لكن في نفس الوقت ما هماش قدوات وهنتبعهم وهنعمل اللي هم بيعملوه ولا شايفينه صح، لكن بنحاول نحلل ونقول الغلطة كانت فين، والكلام اللي اتكلمنا فيه في حوش اللي وقع منك المرة اللي فاتت بطولها يعني. الحاجة التانية، وانا بتكلم قلت في ثورات الخريف العربي، هي ناس كتير معترضة انت ازاي بتسميه خريف، انت بقيت تتكلم زي اللي مش عارف ايه. متفاهم ان الناس عندها التهابات واحنا ملتهبين كلنا، وخدنا مقالب كتير وافيه كتير في ناس كتير، وشوية بقينا حساسين حبتين، واي كلمه ممكن نحس فيها ده انت اتغيرت، انت مش انت في ايه، عارف انا الاجواء دي، ومتفاهمه مش قابلها بس في متفاهمها. وانا مصر انها خريف عربي، ومصر ان احنا اتهزمنا، مصر ان احنا كلنا علقه ما كلهاش حمار في مطلع، ومصر ان احنا غلطنا غلطات كتير جدا ولازم نتحمل مسؤوليتها. وما ينفعش نقعد نغني اغنيه ده كان ربيع عربي وهم الاشرار اللي بوظوه وننفع نفسنا ان احنا غلطنا. مفيش حد بيخسر الا اذا كان عمل حاجه غلط، واحنا مش عملنا حاجه غلط، ده احنا عملنا بلاوي سودا. فهو في رايي احنا قبل اي حد تاني حولنا الخريف بايدينا، فمصر ان هو خريف عربي واحنا اللي خرفناه بايدينا. تالت حاجه، خناقه انا منتظرها تحصل. هنحكي الحلقه اللي بعد اللي جايه عن بدايه اللعبه اللي لعبها الانجليز مع شريف حسين ومع الملك عبد العزيز، وخلال اللعبه دي هنوضح شويه حاجات كده طبعا هتبقى مخالفه تماما للسرديه الرسميه بتاعت الاردن بتاعت السعودية. واللي ما يعرفش هما السرديتين كمان متعارضين مع بعض، والسرديتين متعارضين مع بعض ومتعارضين كمان مع السردية التركية. علشان كده وجهة نظر صاحبنا كاتب الكتاب سلام مع بعض وسلام هتبقى شوية معتبرة، لان ده واقف من بعيد. مش بس واقف من بعيد، بيتكلم من الوثائق اللي اتنشرت من محاضر اجتماعات الناس دي، سواء اجتماعاتهم في آل سعود او اجتماعاتهم مع شريف حسين او اجتماعاتهم مع الاتراك او اجتماعاتهم كمان هم نفسهم مع بعض. طبعا ده هيتعارض زي ما بحكي مع السرديه الاردنيه ومع السرديه السعوديه ومع السرديه التركيه، ولان الثلاثه اصحاب مصالح. صاحبنا الرابع ده راجل امريكاني اصلا ملوش في الحفله دي، وهو بيتكلم بوثائق ومخطوطات منشوره اصلا، فمعلش انا اسف انا مضطر ان انا اعتمد على كلامه هنا. وحاجه من الحاجات اللي لاحظتها في التعليقات وابتدت تعلى وهتعلى اكتر بقى في الوقت ده ما نوصل للحلقات دي، هو موضوع ان الدوله العثمانيه ما كانتش معتبره نفسها خلافه. والحقيقه ان الدوله العثمانيه استلمت الخلافه من الخليفه العباسي بشكل رسمي، والسلطان العثماني هو معتبر ان هو خليفه، وكان المسلمين في اغلب الارض الا بعض الاماكن اللي انفصلت كانت بتدين ليه بالولاء، وحتى بعض الاماكن اللي انفصلت كانت بتدين ليه بالولاء، وسلطته الشرعيه كخليفه اللي هي السلطه الشرعيه الدينيه غير سلطه الحكم. قصه كده يعني فيها شويه تعقيدات وتعقيدات لطيفه الحقيقه. فاخواننا السعوديين اللي هتشوفوا تعليقاتهم كتير على الفيديوهين اللي فاتوا اللي بيقولوا ان عمر ما السلطان العثماني ادعى ان هو خليفه، لا الحقيقه هو كان مدعي ان هو خليفه، وده واقع تاريخي شاء من شاء وابى من ابى. اخر حاجه كان فيه تاريخ قلت لحضراتكم خدوا بالكم تاريخ مهم جدا جدا وبتاع، وبعدين في الاخر انا نفسي غلطت فيه، وهو التاريخ اللي اتبلغت بيه الدوله العثمانيه باستيلاء بريطانيا على مراكبها، وكان في يوليو فعلا مش في مايو زي ما كنت غلطت في الفيديو. بس ده بسرعه استدراك سريع، ونكمل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. هتبقى الحلقه
الرابعة من سلام ما بعده سلام هتبقى حلقة مش طويلة زي اللي فاتت، يمكن تكون أقصر شوية علشان دي تقفيلة جزء قبل ما نخش في جزء معركة التقسيم بقى نفسها والحدوتة العظيمة دي اللي احنا عارفينها. احتمال يعني برضو عشان احتياطي خلينا نحط خط رجعه، ما كانش الاسبوع اللي جاي بقى الاسبوع اللي بعده اكيد بقى ان شاء الله، واذا ما كانش الاسبوع اللي جاي فيه فيديو غالبا هنعمل فيديو على ما تفرق كده سريع يعني للي حابب يشوفه، والناس الاخوه اللي الشنجيل هارد كور اللي بيبقوا يعني محتاجين جرعه، فان شاء الله تبقى الاسبوع اللي جاي لحد ما تبقى الحلقه بتاعت سلامه بعد سلام جهزت، اذا ما جهزتش على الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم ونراكم قريبا ان شاء الله. سلام.